ارفعوا الغطاء. لا في واجب شرعي ولا في واجب أخلاقي ولا في واجب سياسي بقول بإنكم تغطوا المهربين. استاذ شفيق مرعب قال له التالي: اسمع يا هذا، بنصحه يستقيل بشرف أحسن ما يستقيل بلا شرف. على دويلة الجمارك ما في جمارك، فبرسم من شبيحتها؟ زملاء تحت طائلة المسؤولية ضربوا داخل الجمارك والقضاء حقق معهم. ميليشيات شفيق مرعي هجمت وعملت هذا الشيء اللي هلا نعمل. تفاجأنا بعد 10 دقائق بيهجموا لينا 100 شرطي من الجمارك تقريبا واكثر، لابسين الزي العسكري وكسروا معداتنا. صيدا وحصبية ومرجعيون تضامنت اعتصاما امام مراكز الجمارك. صباح الخير. أفرج عن فريق الجديد، لكن الدولة بأجهزتها أمنيا وسياسيا وضعت قيد الاعتقال الصحفي وعلى نفسها جنت الجمارك. وإذا كان وزير المال يمتلك وصاية لا تطاع على قطاع حيوي، فأن الإعلام لا يعرف الصفقات، والجميع كان وسيكون تحت طائلة المسؤولية. وإذا كان للسياسيين سقوفهم فأنه لا سقف للجديد، والسماء الإعلامية المفتوحة هنا لا تنأى بالنفس وليس لديها أي مرجعية تحدها وتغير مجرى رياحها. تحت العنف والضرب والسحل والركل اقتيد فريق الجديد إلى الاحتجاز، وجرى توقيف الزملاء رياض قبيسي وعلي شريم وأديب فرحات وعلي خليفة بتهمة القيام بالوظيفة. التوقيف جرى في مبنى مديرية الجمارك في وسط بيروت، حيث أقدمت العناصر على اعتداء مجمرك بالصوت والصورة، والفاعل ليس مجهولا بل هو العقيد إبراهيم شمس الدين الذي وبظهوره الميليشياوي اتضح أن له أدوارا أبعد من الضرب والعنف. المشهد الأكثر خزيا جاء عبر الدولة بجميع أجهزتها التي غرقت في جبر صلاحيات، فتنحت ورمت بالكرة من ملعب أمني إلى آخر ومن وزير إلى وزير. انتهى اللعب، والجديد التي ادعت على السادة المجمركين سياسيا لن تقف هنا، فالمعركة فتحت والملتقى الأول على بور بيروت. وإذا كان المدير العام بالوكالة شفيق مرعي لم يتخذ أي قرار بالتنحي بعد، فليحسم أمره ويستقل، لأن الحلقة الأضعف بين حيتان بحرية وبرية سوف تطارد حتى آخر كونتينر. إذن الأبطال خرجوا من قصر العدل، والرأي العام ينتظر أن يدخله الحرمية وتحت طائلة المسؤولية. كلا معك يا رفيق. بعد الاعتداء على الصحفيين من قبل عناصر الجمارك اللبنانية في وسط بيروت، وبعد نقل فريق عمل برنامج تحت طائلة المسؤولية إلى قصر العدل، توجه المعتصمون من إعلاميين وصحفيين ومجتمع مدني ومنظمات إلى العدلية لاستكمال مسيرة التضامن. وبعد انتهاء التحقيقات خرج فريق تحت طائلة المسؤولية ليقول من قصر العدل إن الفاسدين لا يزالون تحت طائلة المسؤولية. باسم فريق العمل علي شريم، أديب فرحات، علي خليفة، نتشكر كل يلي تضامنوا معنا. هذا أولا. ثانيا كلمتان اثنين بيسمعوني منيح اللي عم بحكيهم وبيعرفوا حالهم مع مين عم بحكي. كلمتان: ارفعوا الغطاء، ارفعوا الغطاء. لا في واجب شرعي ولا في واجب أخلاقي ولا في واجب سياسي بقول بإنكم تغطوا المهربين. لمين عم تحكي؟ ثالثا بيعرفوا حالهم.
ثالثا للاستاذ شفيق مرعي بقول له التالي، انا كنت جاي لعندك لاعطيك لفرجيك كيف نحن كشفنا التهريب بمطار بيروت، جايين نتعاون نحن وياك هيدا اليوم. اما في الايام اللاحقه فهنالك قضايا اخرى تماما، وبنصحه يستقيل بشرف احسن ما يستقيل بلا شرف. يا بتكفي بالله. لا لحظه خليني اكمل بس زبطين. يستقيل بشرف احسن ما يستقيل بلا شرف. مش بس هيك، الأمهات والزوجات والأبناء والأولاد سيلاحقونه في الطرقات على الجريمة اللي مرتكبها هو، بس هذا ملف تاني، قصة تانية نحكي عنها بوقت تاني. ما إلها علاقة بتهريب تياب، ما إلها علاقة بتهريب أحذية، إلها علاقة بقصص تاني بنحكي عنها يوما ما. مثل شو يعني؟ كل شيء. ما معلش، ما نحن بنعمل دعاية لبرنامجنا كمان. رابع شغلة، العميد شمس الدين، العميد شمس او العائد، عائد شمس الدين. انا مش صاحبي كثير مع الرتب العسكريه. العائد شمس الدين لما طلعت لفوق عرف عن نفسه، قال لي انا العائد شمس الدين، واللي بيطلع باجرك بيطلع بايدك، وكلام كثير كبير ما حنقوله، بس ختمه بيقول لي مينك انت؟ اسمع يا هذا، اسمع يا هذا، نحن الذين نفخنا في الصخر، في الحديد، في الانضباط الصارم، بالحب وحده واجهنا الحياة، والكل الكل يعرف بأننا نزفنا دما حينما شوهت النجمة على يد قمر الخسوف الجهم. الآن سترون من نحن وفيما نفكر، الآن سترون من نحن وفيما نفكر. نحن فضة الأرض النقية، معدن الإنسان الحق، نجسد حراك البحر الدائب، دعم كل الأمال، ولحظة لحظة في الظلام لا تسيبنا النظر. شكرا. رياض مكفي. مين رفع الصور بالصفحه؟ رفع الدعم. مين طلب كلهم؟ كلهم. اوعك تفتكر انه في جهه سياسيه ما لها علاقه بالفساد بالتهريب. هل تعرضتوا للضرب؟ انه في جهه سياسيه ايا كانت. وقبيل خروج الزميل رياض قبيسي بعض التصريحات لفريق عمله الذين استمر بحقهم الضرب والاهانه داخل ادارات الدوله. عن اللي صار تحت، واذا نحن تعرضنا لشيء خاص بمبنى الجمارك جوا ضربوكم؟ ايه جوا بس طلعوكم على المبنى. هون لا، هون لا، بمبنى الجمارك تحت. ايه ضربونا، وكان في حكي كثير مش حلو يعني. كثير انضربنا، وحتى انضربنا فوق، يعني انضربنا تحت على الطريق، وانضربنا فوق كمان، انضربنا فوق وكلبشونا وقعدونا. بمكتب الجمارك شفيق مرعش كان دماغكم لما كانوا عم يضربوا. هو رجع اجى هددنا، قالنا انه بدي دفعكم ثمنه وهالقصص، يعني حكى هيك حكى، يعني انه بدكم تدفعوا ثمنه وما تدفعوا ثمنه وهال. فعل التنكيل والضرب والاستهتار بالقوانين المدنيه لاقى موجه استنكار عامه عبر عنها البعض في اعتصام العدليه. غضبان لدرجه انه مش قادر احكي، لانه بدي فلت لساني على اللبناني، لانه هودي الميليشيات الموجودين بالشوارع انا مبلومون. أنا مش جاي أتضامن مع رياض قبيسي، إنه ما بعرف ليش محمد بو عزيزي حرق حاله، يعني قامت تونس كلها من أولها لآخرها، إنه هذا المنظر اللي شفناه على التلفزيون اليوم، إنه ناس رسميين بالبدلات الرسمية يعملوا بالمواطن اللبناني اللي عم ينعمل، أنا بعتقد ما في شرعة حقوق الإنسان، وإنه اللي كانوا عم يحكوا إنه بدهم يعملوا تحقيق، ما بعرف مين عم يعمل تحقيق، إنه القاتل والضارب والمجرم هو اللي بده يحقق مع الضحية. أنا مش عم بستوعبها هاي الشغلة، وأسفي وحزني الشديد أنه شعب لبنان يعني قدروا بشكل أو بآخر أنه يحولوا لطوائف، لفئات صغيرة كتير قليلة، بطل عنده حس المواطنية. أنا ما بعرف كل مواطن لبناني شاف هيدا المنظر اليوم، هيدا ولد من أولادكم، شو ناطرين؟ يمكن بكرة بوقت من الأوقات يفوتوا كمان على بيوتكم ويغتصبوا لكم بناتكم. مني قادر أفهم أنه هيدا حامي حاله بمعلمه، والآخر حامي حاله بمعلمه، أنه اللي وصلنا له بهيدا البلد من تشتت، من تشرذم، من طوائفية بالبلد. غسلوا ديكم من هذا البلد، ويا شعب لبنان ما زالك قبلان بهود السياسيين، أعتذر منك، أنت ما عدت شعبا عظيما. شكرا. يعني كتير مهم يضل في ناس يقدروا يفضحوا ويشهروا بالجرائم اللي عم بتتم بحق هالبلد، إن كان على صعيد الرشوات من المتنفذين في الإدارة، أو إن كان على مستوى الجرائم اللي عم بيقوم فيها المسؤولين السياسيين بتغطية المافيات وبضرب الدستور وطمأنينة اللبنانيين. هيدا واجب مش حق، واجب، هيدي مسؤولية وطنية. الإعلام والتشهير واجب، ونحن كلنا لازم نقف مع الشباب اللي عم بيقوموا بدور إنقاذي لهالبلد.
ومن قصر العدل توجه الزملاء والمتضامنون إلى مبنى محطة الجديد، فكان الفريق العامل بانتظارهم مع وزير الإعلام. نحن متضامن ومستنكر كل شيء اللي صار اليوم. هيدا مش مقبول عنا انه يكون اي صحافي عم يعني بيجي بيمارس مهامه. هذا جهاز بس بالدوله يا معلم. انا معك مش مقبول على اي حدا. في جهاز بالدوله اختطفني، في جهاز ثاني حررني، يعني اجى ما بعرف بالرتب انا العميد جورج خميس او شيء من هون، اجى حررني. حصلت كيف الافلام؟ ما هيدا ما انا ما حطوا لي بالاسانسير موسيقى، كمان موسيقى كلاسيكيه، يعني كثير مشان هيك، يعني مشان هيك جو مافيوزو كثير بقى. مشان هيك هيدا مستنكر يلي صار، ومتامل انه ما ينعاد اطلاقا. يعني هيدا شيء مش مقبول. نحن بنتضامن مع الشباب يلي يلا، بس كل شيء الحمد لله. وزير، انا كنت عم غطي بصيدا، كيف فيك تفسر انه انا عم غطي بصيدا كان في معارك جوات المخيم، ما كان في حدا من الدوله، ولا ناس عم تكشف فساد كل الدوله اجت؟ يعني اليوم قصة كشف الفساد ما شغلة هيني، بس نشكر الله في ناس بعد عندهم النخوة والقوة تيروحوا يكشفوا الفساد ويقولوا مين الفساد. ومع خروج الزملاء رياض قبيسي، علي شريم، وعلي خليفي، وأديب فرحات، يكون انتهى الفصل الأول من تحت طائلة المسؤولية، على أن يبدأ الفصل الثاني بمحاسبة المرتكبين والمهربين. باسل العريضي، قناة الجديد. ماذا حصل مع فريق عمل تحت طائلة المسؤولية؟ الوقائع قبل وبعد في تقرير لرامي الأمين. افتح يا سمسم، قلناها، لنفتح الأعين على امبراطوريات من ورق، على عالم سفلي يحول الصناعات الوطنية إلى أنقاض. اللهم مشهد، إننا قد بلغنا. يا ضبيس، قناة الجديد. عندما نطق الزميل رياض قبيسي بهذه الكلمات في نهاية تحقيقه عن الفساد في مرفأ بيروت قبل أكثر من عام، كان يعرف ونعرف أنه يفتح بهذه الكلمات مغارة علي بابا والأربعين حرامي. كان يعرف ونعرف أن مغارة الفساد محصنة في هذه الدولة التي يعلى فيها على القانون من قبل مافيات وميليشيات. كنا نعرف أن في الدولة أشقاء ليوسف سيرمونه في الجب وسيتهمون الذئبة، والذئب أرحم من كثير من أجهزات هذه الدولة. كنا في برنامج تحت طائلة المسؤولية نعرف أن المغارة كبيرة وكبيرة جدا، وأن الحرامي كثر وكثر جدا، أكثر بكثير من 40 حرامي. لهذا تابعنا التوغل من مغارة إلى مغارة حتى وصلنا إلى مغارة مطار بيروت الدولي، وهناك حصلنا على صيد ثمين يكشف عمليات التهريب والتلاعب والفساد على مرأى من عناصر الجمارك، فضلاً عن تورط بعضهم بعمليات رشوة لتمرير بضائع مهربة. كل ذلك كان لابد أن يوضع على طاولة المسؤول الأول عن الجمارك، مديرها العام بالإنابة شفيق مرعي. استحصلنا على إذن لإجراء مقابلة مع مرعي من الوزير الوصي عليه وزير المال محمد الصفدي، وحاولنا مراراً الحصول على تلك المقابلة، رفض مرعي مقابلتنا. لهذا دقت ساعة مواجهته بالطريقة الأكثر حضارية التي يمكن عبرها إيصال الصوت، مكبرات الصوت. أستاذ شفيق مرعي، أنا معي إذن من وزير المالية بإني أقابلك، في عمليات تهريب عم تصير بمطار بيروت. أستاذ شفيق، أنت ليش ما بدك تعطينا حق الرص؟ أستاذ شفيق مرعي، رياض قبيسي ورامي الأمين من برنامج تحت طائلة المسؤولية. يا أستاذ شفيق، ليش ما بدك تترد على السرائر اللي معنا إياها إنه عم يصير بالتهريب بمطار بيروت؟ طريقة اعتمدها مايكل مور المخرج الأمريكي الشهير قبلنا، وهي طريقة قادرة على إيصال الصوت إلى من يدير ظهره إلى الإعلام ويتهرب من المسؤولية. مكبرات الصوت هي التي أزعجت شفيق مرعي، فأوعز إلى أحد ضباطه الأشاوس ويدعى إبراهيم شمس الدين الذي يلبس لباسا مدنيا لقمع الصوت وكتمه بالقوة.
استطاع الزملاء حسن بزي، علي دلول، رامي الأمين الهرب مع كاميراتهم، فيما اعتقلت الجمارك بطريقة وحشية وبربرية الزملاء رياض قبيسي، علي شريم، أديب فرحات وعلي خليفة. مكتب رياض قبيسي ينتظره، كما تنتظر هذه الغرفة عودة الزملاء علي شريم، أديب فرحات وعلي خليفة إليها، لنكمل سويا ما بدأناه، لنفتح مغارات الفساد واحدة تلو الأخرى. بلسان رياض قبيسي الذي يمتلك معنا كلمة السر. أتصول سوسام، أتصول. الزميلان رامي الأمين وحسن بزي كانا ضمن فريق الجديد لحظة الاعتداء، واستطاعا الإفلات من قبضايات الجمارك ومن ساندهم ممن كانوا يرتدون الزي المدني. اللي صار اليوم أنه نحن معنا أذن من وزير المالية بأخذ مقابلة من مدير عام الجمارك بالإنابة شفيق مرعي. شفيق مرعي، أطلب مدير عام جمارك بيروت بالإنابة بتركيا، بس يشحن الثياب بقولوا مطار بيروت نهشام السبع، مع اسم من وزير المالية لأعطيك حقرات رفض السيد مرعي إجراء هذه المقابلة. نحن مضطرين كنا أنه نعرض عليه شو اللي بين إيدينا ونحطه تحت طائلة المسؤولية. هذا اسم البرنامج وهذا الشيء اللي نحن نشتغل عليه، نهج البرنامج. فاليوم كان الموعد إذا بدك دقت ساعة مواجهة شفيق مرعي، فنحن الحل الوحيد اللي عملناه أنه نزلنا على الأرض، كنا عم نعيط له عبر مكبرات الصوت ونحطه تحت طائلة مسؤول. هاي السيارة نزلنا فيها، هاي صورة سيد شفيق مرعي، هون كنا نحن بلشنا هودي الجمارك، نحن هون بلشنا، شالوا الصورة أوكي. وبلشوا دغري هجموا على المصورين وبدأوا بالضرب. لاحظ طريقة الضرب اللي عم تعرضوا له الشباب من شباب مفترض كانوا هم يكشفوا الفساد بمطار بيروت، مش يغطوا على الفساد بهالطريقة ويتعرضوا للإعلام. هذا الشيء اللي كتير غريب، وجهاز الجمارك ما بعرف إذا دوره يضرب العالم ولا دوره إنه يراقب التهريب والفساد والبضائع الفاسدة والبضائع المهربة التي تملأ المظاهرة. شيء كتير غريب اللي صار. أنا هربت وركضت لورا لأهرب بالكاميرا اللي معي لحتى أجيبهم على التلفزيون. ركضت من فوق فتمرق سيارة بوقف لي دغري، بقول لي طلع طلع، بطلع معه بالسيارة، هو بوصلني على التلفزيون ووصلت المادة ولجيت لهون. فالمواطنين وطبعا دايما بنسمع هالكلمات الله يحميكم وانتبهوا على حالكم وإلى آخره، لأنه هالدولة بتخوف. هيك يعامل الإعلام بلبنان من قبل جهاز مفترض أنه هو يكشف الفساد، مش جهاز يعني ما بعرف شو ممكن ينقال. السيد شفيق مرعي ما قبل يعطي مقابلة بس قبل يضرب، وصل الجواب، وصل الجواب. فبعتقد أنه هذا الشيء اللي عم يجرب النموذج يقدمه سيد شفيق مرعي بالجمارك. ميليشيات شفيق مرعي هاجمت وعملت هذا الشيء اللي هلأ نعمل، وضبوا رياض. رياض هلأ موجود موقوف لدى الجمارك، مش بس رياض، لدى ميليشيات شفيق مرعي، عدد كبير من الزملاء. مش لأنه نحن ما بدنا نعمم أنه الجمارك كلهم هيك، في فريق من الجمارك يغطي الفساد ويتعامل بهذه الطريقة مع الإعلاميين ويعتقل الإعلاميين بهالطريقة. اللبنانيين هلأ هذا الشيء موجود تحت طائلة المسؤولية، في حلقة رح تنعرض اللي محطوطين تحت طائلة المسؤولية بهالحلقة أكتر. وهلأ طبعا يعني اللبنانيين بيقدروا يحكموا، الحلقة رح تكون مش هذا يعني مش اليوم، الثلاثة الجاي الحلقة، ورح يكون فيها طبعا كل التفاصيل كل الصور. وطبعا يعني ما حدا حيسكت على هذا الموضوع، مش موضوع الضرب وبس، موضوع المطار اللي فلتان. نحن المفترض انه نطلع نوازي مثل العادي، يعني نعمل مقابله عاديه مع حضره المدير العام بالانابه. فتفاجئنا بعد 10 دقائق بيهجموا لينا 100 شرطي من الجمارك تقريبا واكثر، لابسين الزي العسكري وكسروا معداتنا، هيدي الكاميرا الوحيده اللي بقيت صاغ،
ونزلوا اعتدوا بضرب مبرح على الزملاء رياض الرئيس ابراهيم الامين وعلي شرام واديب فرحات وعلي دلول، وكسروا المعدات كلها وسحبوهم بالشارع، كمان صاروا يسحبوهم بالشارع لفوتوهم. نعم. مين في معه لرياض؟ مين اللي في يعني مين؟ هني خمس زملاء: رامي الامين، علي شرام، علي خليفه، اديب فرحات. رامي صار بالتلفزيون قدر يفل. انت لوين هربت؟ انا هربت لحقوني دراجين كمان منهم وناس مدنيه، فقدرت هربت لعند شنو الناس مدنيه. نعم نعم. مستنكرون أمام مبنى الجمارك يعتصمون اعتراضا على التهجم على فريق الجديد، فإذا بالمعتدين بالمرصاد لهم أيضا. لم يكن حجز الزملاء في قناة الجديد قصراً في مديرية الجمارك والاعتداء عليه ليحرك أي مسؤول لينزل إلى الإدارة السائبة ويضع المعتدين الفاسدين عند حدهم، لكن كل من شاهد مشاهد الاعتداء الهمجي من مواطنين استنكر على طريقته، فنزل حشد كبير من الإعلاميين والناشطين في المجتمع المدني تضامناً معهم. علي راسك، هذا وطن ميليشيا. شبيحة 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 شبيحة. ولأن أمن الجمارك لن يجد ما يقتات منه إذ لم يعرض أفراده وعضلاتهم دفاعاً عن كبيرهم، فإن كاميرات التصوير استفزتهم، وما إن اقترب المصورون إلى المبنى حتى هاجموا الجميع وحطموا الكاميرات وضربوا بعض الزملاء بالسلاح حتى أنهم لم يستثنوا النساء. الجيش اللبناني سرعان ما طوق المكان لإخراج الزملاء بسلام، لكن وجوده لم يمنع أمن الجمارك وشبيحتها من التهديد والوعيد للمعتصمين أمام أعين الكاميرات. قال بعدها فريق العمل إلى العدلي وقد لحق به المعتصمون. تضامناً مع فريق قناة الجديد اعتصامات في عدد من المناطق أبرزها صيدا وحصبية ومرجعيون. نفذ العشرات من الإعلاميين وناشطي المجتمع المدني وقطاع الشباب في صيدا اعتصاماً تضامنياً مع فريق قناة الجديد أمام مركز الجمارك في المدينة، رفضاً للتعرض للحريات الإعلامية
وقام المعتصمون بقطع الطريق البحري في صيدا لدقائق قليلة حاملين لافتات تعبر عن تضامنهم. نحن جينا لحد مركز الجمارك هون لحتى نعلن عن الشجب والاستنكار للاعتداء اللي قاموا فيه رجال الجمرك على زملاء إعلاميين. يعني سبب وجودنا أولا هو التضامن مع الإعلاميين لبنان الذين يتعرضون لانتهاكات فادحة لمسيرة عملهم الذي يكفله القانون اللبناني. وللأسف نحن هنا نتضامن مع قناة الجديد كما تضامننا مع كافة الإعلاميين في صيدا الذين يتعرضوا للاعتداءات. بدي أحكي نحن كجسم إعلامي عادة ودائما هذا الجسم عم يتعرض لاعتداءات وبأغلب الاعتداءات عم بتكون من بعض القوى الأمنية بعض الأجهزة بالقوى الأمنية وأيضا يعني تحت أعين القوى الأمنية. نحن منطالب أول شغلة بحماية الإعلامي وين ما كان بأي مطرح كان موجود فيه بأي مهمة كان عم بيقوم فيها. وتضامنا مع الجديد أعرب مختارو منطقة حصبية عن استنكارهم الشديد لما تعرض له فريق القناة وتحدث باسمهم مختارو بلدة حصبية الشيخ أمين زويهد الذي دان الاعتداء غير المسؤول والهمجي على مراسلي الجديد لا سيما أنهم أبطال أوصلوا صوت الحقيقة إلى العالم في أثناء العدوان الإسرائيلي مطالبا المسؤولين بمحاسبة المعتدين. إلى ذلك نفذ أعلاميو مرجعيون وحصبية ونقابة المصورين الصحفيين اعتصاما رمزيا أمام مركز الجمارك في مرجعيون تضامنا مع زملائهم في تلفزيون جديد وطالبوا بمحاسبة الفاعلين وكل من يعتدي على أي إعلامي وأكدوا أن الإعلاميين ليسوا مكسر عصا لأحد لأنهم الجنود المجهولون في هذا الوطن. وقبيل الإفراج عن الزملاء كان المدعي العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود قد أعلن من أمام قصر العدل أن ليس من أحد موقوف في حادث مبنى الجمارك موضحا أن المباحث الجنائية المركزية تجري التحقيق بإشراف المدعي العام التمييزي وأكد أن القضاء هو مع الحريات وليس ضدها. في نتيجة التحقيقات رح يتاخد الإجراء اللازم. هلأ أنا ما وقفت ولا شخص، ما في أي شخص موقوف عندي، كونوا على يقين أنه بعد ما في أي شخص موقوف. في تحقيق عم بينعمل، تركونا نعمل تحقيق. هل سيصار إلى توقيف عناصر الجمارك يا شباب؟ لأنه انضربوا بشكل واضح وما لهم حق أصلا بشارع عام، منه منوط بمهامهم كجمارك. التحقيق رح ينعمل ورح يتكفى التحقيق. مين اللي عم يعمل التحقيق؟ المباحث الجنائية المركزية. نعم. بإشراف مدعي عام التمييز. المدير العام. شكراً. شفيق مرعي، هل سيتم استدعاءه لهون كمان؟ التحقيق رح ينعمل مع كل الأشخاص اللي مفروض ينعمل معهم. أنا أشخاص تم تسليمي ليهون وأنا عم بعمل تحقيق. مخول يوقف الجمارك. هل سيبيتون الليلة هون أو لا؟ يعني هل إمكانية أن التحقيق يستمر لغدا صباحا؟ هل يمكن أنه الزملاء الأربعة المعتقلين يبيتوا ليلتهم داخل قصر العدل؟ أدي بتتصور أنه لحتى يعطوا إفاداتهم على ضوء يتاخد القرار؟ يعني حبيتوا ليلتهم يعني؟ ليه بدي جمارك ببيته برا حضرتك. خلاص حضرتك. وتضامنا أيضا وردت إلى قناة الجديد مئات الاتصالات من رؤساء أحزاب وفاعليات اجتماعية ومدنية وإعلاميين ورؤساء نقابات الصحافة والمحررين والعاملين في الإعلام المرئي والمسموع، إضافة إلى بيانات استنكار أصدرها عدد من الوزراء والنواب. ووردت إلى المحطة مئات الاتصالات من المواطنين ومنهم من تضامن عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الإلكترونية. الجديد تشكر بدورها كل الذين تضامنوا واستنكروا الاعتداء على فريقها وتخص بالشكر المنظمات الشبابية والمواطنين والزملاء الإعلاميين الذين تداعوا من تلقاء أنفسهم إلى الاعتصام أمام مبنى الجمارك وقصر العدل. في نيويورك التأم مجلس الأمن وناقش التقرير الأخير حول القرار 1701 وأصدر المجلس بيانا ناشد فيه الشعب اللبناني الحفاظ على الوحدة الوطنية. التفاصيل مع زميلتنا في نيويورك سمر نادر. سمر صباح الخير، ماذا لديك من معلومات إضافية حول ما جرى تداوله داخل مجلس الأمن حول القضية اللبنانية تحديدا فيما يتعلق باللاجئين السوريين؟ صباح الخير نعم كريستين، كما ذكرتي بعد جلسة مشاورات مغلقة حصلت البارحة مساء لمناقشة التقرير الأخير للقرار 1701
اجتمع فيه أعضاء مجلس إلى المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ديريك سلامبي. بعده بعد مشاورات أصدر المجلس بيانا صحفيا ناشد فيه جميع الأطراف في لبنان الانخراط بصورة بناءة من أجل تشكيل حكومة وحدة تحترم المبادئ الديمقراطية الدستورية تواجه التحديات الأمنية. وهذا البيان الصحفي الذي تلاه رئيس المجلس لهذا الشهر المندوب الصيني ليو جي عرب فيه الأعضاء عن قلقهم إزاء تأثير الأزمة السورية على استقرار لبنان، مناشدين جميع الأطراف احترام سياسة النائب نفس. وهو كريستين هذا أمر طالما تردد في كل اجتماع دولي خاص بلبنان، كما وجه المجتمعون نداء للشعب اللبناني يدعو للحفاظ على الوحدة الوطنية. وفي حين أخذ موضوع اللاجئين السوريين الحيز الأكبر في جولة المشاورات هذه، حظيت مجموعة الدعم الدولية للبنان التي عقدت اجتماعها في 25 من أيلول الفائت بحضور الرئيس سليمان عندما كان يشارك في أعمال الجمعية العامة في نيويورك، حظيت هذه المجموعة بدعم أعضاء المجلس لتحركها مناشدين الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها في سبيل حل أزمة اللاجئين المتساقمة. بدوره رحب مندوب لبنان الدائم نواف سلام بإصدار هذا البيان الذي يعكس كما قال تصميم الأمم على حماية لبنان، مجددا تأكيده على سياسة النائب النفس حيال الأزمة السورية. وتحدث السلام عن تقدم مهم في السياسة اللبنانية تمثلت في دعم الركائز الثلاث، أولا دعم الجيش، ثانيا إنشاء البنك الدولي لمواجهة الأثار الاقتصادية والإنسانية الناتجة عن الأزمة السورية، وثالثا التطلع إلى مجموعة الدعم الدولية وإلى مؤتمر الدول المانحة الذي سوف يعقد في الكويت في 25 من كانون الثاني، وسوف يكون كما قال نواف سلام سوف يكون لبنان حصة مهمة من المساعدة. نعم شكرا سمر. بعد الإعلان الراعي باق. بكم من جديد. رد النائب حسن فضل الله في مؤتمر صحفي على ما سماه دخول السياسة على خط الإشكال الطالبي الذي وقع في جامعة القديس يوسف، وحمل بعض السياسيين مسؤولية التحريض وجر الطلاب إلى الفتنة. هذه الجامعة التي فيها تنوع طلابي يعكس تنوع المجتمع اللبناني سياسيا وطائفيا، ونحن دائما نعتبر هذا التنوع غنى. ممكن تنافس طلابي، احتكاك بين طلاب، حدا شاف شيء مكتوب على حائط مين كتبه، ما بنعرف انه هذا بيروح حدا بيحقق فيه، انه شوي ما عاد في شغل بالبلد الا هذا الموضوع. لا التخصيب النووي الايراني صار هو الحدث، ولا جنيف الايراني، ولا جنيف السوري، ولا تعطل تشكيل الحكومه، ولا التخريب والارهاب الانتحاري، ولا تعطل مصالح الناس، ولا تعطيل مجلس النواب، ما عاد في شغله وعمله الا هذا الموضوع للبناء عليه والاستثمار عليه سياسيا. على كل حال هذا ببين انه يمكن في حدا عنده افلاس، ما عنده شيء، فاي حادث بده يحاول يبني عليه هذه المعارك الوهميه. تواصلنا مع المعنيين في حزب الله، وبالحقيقه ايضا ما كانوا بصوره التفاصيل، انه بدأوا يتابعوا، وموضوع ممكن يصير بأي جامعة احيانا انه بين الطلاب بصير في مشاحنات وتنافس، ونحن بنترك هذا الامر للطلاب بيعالجوه داخل الجامعة، وما في داعي لأي تدخل سياسي من اي جهة بهكذا موضوعات. هي قالت بالامس انها جامعة لكل لبنان ولجميع اللبنانيين بمختلف انتماءاتهم، وبالتالي لا يحق لاحد ان يصادر قرار الجامعة ولا أن يسميها لا باسم حزبه ولا باسمه. هذا كان في زمن ماضي. بيان قيادة الجيش قال ما حصل أي إشكال يستدعي تدخل الجيش بقلب حرم الجامعة. إدارة الجامعة كمان معنا. طيب إذا الكل معنا فإذا هني على خطأ مش هني على صح. ونحن قلنا لإدارة الجامعة ونقولها اليوم علنا أن ما تتخذه من إجراءات نحن معه. كتلة القرار الحر استنكرت ما حدث في اليسوعي، ورأى عضو الكتلة النائب ميشيل فرعون أن ما جرى هو نوع من الإرهاب الفكري والاستفزاز والتحدي لأهالي المنطقة. احنا رح نضل مدافعين عن الديمقراطية، مدافعين عن ثقافة الحياة، رافضين
أي ظهور اللي منه بيحترم هالمبادئ، إنما بنفس الوقت ما رح نقبل هاللي عم بيصير أو هاللي بيقدر يصير من قبل فريق اللي هو مفروض اليوم اللي بيعتبر حاله منتصر ما بده يحكي مع التكفيريين، نحن معه، بس بنفس الوقت لا بده يحكي مع المعتدلين ولا بده يحترم الآخر. إذا كان في استمرار لهالاستفزاز هذه المنطقة رح ترجع لأجواء يعني هاللي هي أجواء رح تعتبر حالها من دفاع عن النفس. الأهالي والفعاليات في حي البستان الكبير في صيدا، حيث منزل الانتحاري الأول في تفجير مبنى السفارة الإيرانية معين عدنان أبو ظهر، أصدروا بياناً دانوا فيه التفجير الآثم، مؤكدين أنه لا يمت إلى حيهم ولا إلى مدينتهم بأي صلة. إدانة هذا التفجير الآثم الذي لا يمت لآل أبي ظهر خصوصاً ولا لحيهم ومدينتهم عموماً بأي صلة، باعتباره عملاً فردياً وغريباً عن مجتمعنا وديننا، فكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. بعيد عودته من روما، أسف البطريرك الماروني بشار الراعي على وجود أشخاص يختلقون الأخبار ويكذبون، مؤكداً أن ما جرى تناقله عن استقالته كذب وتلفيق وإشاعات. بأسف أنه بعد بلبنان في عنا ناس بحبوا يكذبوا كل شيء، يكسبوا ويختلقوا اخبار، وانا صرت معود عليه وبقبل طالما الامور بتخصني انا بقبل فيها، صرت معود. ونحن لبس احمر مش تنتبهها، ولكن في استشهاد. اما يطالوا امور بتختص بقداسه البابا، بكارارلي ساندري، بالكاردينال برتوني، بخيطه اللبنانيه الخياطه، انا شو بدي اقول لك؟ كنا نحن والبطاركه موجودين، وكنا كل هالاسبوع عم نحكي عن قيمة لبنان، وهن كمان عم يحكون عن لبنان وقيمته، وقال لك انه يخبطونا كف يجيبونا بالسياحة. ما فيك تتصور قديش صغرنا لما شفنا هالوسائل الايام عم تتناقل كذب 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 وتلفيق. يعني نتمنى نصلي حتى ربنا يوقف هالكذب بلبنان. اذا لبنان بده يفقد هالتواصل مع كل الشعوب بكون فقد كل قيمته، ولذلك نحن عم نطالب مع المسؤولين وعلى رأس فخامة الرئيس مش بس تحييد لبنان، حياد لبنان. بعد الإعلان، بعد القطط والحمير أكلوا أسدا. أهلا بكم من جديد. مسلحو الجيش الحر يباشرون الانسحاب من مخيم اليرموك في دمشق، وردود فعل دولية إيجابية من مؤتمر جنيف 2، والمعارضة تسبح عكس التيار. وقع انفجار قرب مرآب السومرية في العاصمة السورية دمشق، أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، وألحق أضرارا مادية في المحال التجارية والسيارات المتوقفة على جانبي الطريق. والمرآب مخصص لنقل الركاب من دمشق إلى بيروت، وسبق وشهد انفجارا مماثلا قبل أشهر، وقتل عدد من المدنيين وأصيب آخرون من جراء سقوط قذائف هاون على منازل في شارع بغداد في دمشق ومركز التأهيل المهني للمعوقين ومشفى الشهيد أحمد حميش في مساكن برزي بدمشق. وفي تطور لافت، أكدت لجنة المصالحة في مخيم اليرموك بدمشق انسحاب جميع المسلحين من الجيش الحر من المخيم، على أن يجري إنهاء الحصار وفتح المعابر الثلاثاء المقبل. وأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة أنها اتفقت مع لجنة المصالحة الخاصة في المخيم على إدخال وفد فني وهندسي من الجبهة واللجنة الأمنية المؤلفة للكشف عن الألغام والمتفجرات. وتتضمن خطة تأمين اليرموك دخول 1500 فلسطيني بينهم شخصيات قيادية وقوات لضبط المخيم. وفيما تستمر المعارك بين طرفي النزاع على مختلف الجبهات، أكدت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية استمرار إصابات شلل الأطفال في سوريا، مع تسجيل إصابة 13 طفلا بالمرض غير القابل للشفاء هذا الشهر. وفي مشهد يعكس فظاعة الحروب وتبعاتها المأساوية على الفقراء من المدنيين العزل، تناقل ناشطون صورة هي الأولى من نوعها تظهر أهل الغوطة الشرقية المحاصرة وهم يقومون بسلخ أسد وتقطيعه تمهيدا لتحويله إلى وجبات غذائية.
وقيل إن الأسد كان ضمن مدينة الإنتاج الإعلامي المعروفة باسم القرية الشامية والتي دخلها المسلحون، وتعاني الغوطة حصارا خانقا ما أجبر بعض الأهالي على أكل لحوم القطط، كما انتشرت صورة سابقة لذبح حمار في الغوطة قبل أكله. سياسيا، رأى رئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد الجربة أن أي تقدم سياسي في سوريا لن يحدث من دون خروج الميليشيات الأجنبية وعلى رأسها حزب الله والحرس الثوري الإيراني، وأعلن من القاهرة أنه لا يوجد حديث عن وقف إطلاق النار قبل جنيف 2. لا، لم يقرر بصفة نهائية. نحن عندنا رؤية تقدمنا بها وعندنا روحية حقيقية بالذهاب إلى جنيف 2. بنود الرؤية يعني هي أول شيء، هناك طبعا ما في شك أنه ليس للأسد أي دور في المرحلة الانتقالية. إيران هي دولة محتلة لسوريا، يعني أعتقد أنه أي إصلاح أو أي تقدم في العملية السياسية يجب أن هذه الميليشيات الأجنبية تخرج من سوريا، وعلى رأسها ميليشيات حزب الله والحرس الثوري الإيراني وميليشيات عراقية متطرفة. وتولت المواقف الدولية المواكبة للتحضيرات لمؤتمر جنيف 2 في 22 من كانون الثاني المقبل باعتباره المخرج الوحيد لحل الأزمة السورية سلميا، فيما الموقف السلبي الوحيد من المؤتمر كان لرئيس أركان الجيش السوري الحر اللواء سليم إدريس الذي أكد أن الأجواء ليست ملائمة لعقد المؤتمر، معلنا أن المسلحين لن يوقفوا القتال على الإطلاق إن كان خلال المؤتمر أو بعده أو قبله. إلى عناوين صحف اليوم الأربعاء 27 تشرين الثاني، والبداية مع النهار. مجلس الأمن يؤيد مجموعة الدعم للبنان، مشاورات لإقامة مخيمات للاجئين السوريين. ناشطون مصريون تحدوا قانون التظاهر، ولجنة الدستور تعلق عملها رفضا للتوقيفات. الائتلاف السوري يرفض مشاركة الأسد في الحكم الانتقالي، والجيش الحر لا يشارك في جنيف 2 وسيقاتل حتى أسقاط النظام. ظريف يؤكد أن المشاورات مع واشنطن اقتصرت على النووي. ننتقل إلى السفير. باسيل للسفير، مناقصة التنقيب ستجرى ولن نخاطر بالنفط. سيارة الموت من طريق المطار إلى السفارة. تأجيل تطوير حقل ليفيتان. نوبل أنرجي تنتقد مماطلة إسرائيل. الائتلاف يتمسك بشروطه للمشاركة في جنيف 2. دمشق عشرات الضحايا في هجوم انتحاري. اعتداء رسمي مرفوض. مقتل 3 تكفيريين في سيناء، والإخوان تلوح بحكومة منفى. مصر بداية عنيفة لقانون التظاهر. إلى الأخبار. غدا في الأخبار، لائحة المستفيدين من بنك المدينة. الأسد لن أستقبل جنبلاط. الفساد يضرب الإدارة والإعلام. عبد الله فليقاتل الجيش حزب الله. إلى الأنوار. هموم الدولة تتنقل بين اليسوعي والاعتداء على الإعلاميين. 15 قتيلا بانفجار سيارة مفخخة في دمشق. فرنجية يهاجم رئيس الجمهورية. الجيش السوري الحر لن نشارك في جنيف 2 وسنواصل القتال. القاهرة تفرق محتجين ضد قانون التظاهر. في الديار اليوم، توترات سنية درزية في شبعة حصبية على خلفية معارك جبل الشيخ. بري لم يأخذ وعدا من المسؤولين الإيرانيين بإعادة التواصل مع السعودية. اعتداء من الجمارك على قناة الجديد، حملة تضامنية انتصارا للحرية ورفضا للقمع. بوتين: الاتفاق سيساهم في استقرار المنطقة. إيران تصر على استمرار تخصيب اليورانيوم. هزة بقوة 3.4 درجات على مقياس ريختر ضربت شمال لبنان. دعوة لعصيان مدني وحداد عام في بنغازي. المستقبل عنونت: أي نظام بعد الأسد؟ صبرا، السوريون لا يسألون عن مصير الأقليات. سليمان يترصد اللحظة المناسبة للدعوة إلى الحوار، والسنيورة يذكر بأن السلاح أساس المشكلة. تهريب في المطار والمرفأ وجمرك على الإعلام. الجيش الحر لا يشارك ويتعهد بمواصلة القتال. موسكو وباريس، جنيف 2 من دون الأسد. تدريبات برية بحرية استعدادا لاحتلال غزة، أضخم مناورة لسلاح الجو الإسرائيلي. في صحيفة البناء: المفتي حسون للبناء: ليس في سوريا أقليات، لأن الله أرادها للإنسان أولا. جهات أمنية رفيعة تنصح قيادات سياسية وروحية بتوخي الحذر. عشرات الخلايا التكفيرية في لبنان والأجهزة تفتقد التغطية. بوغدانوف: جنيف 2 سيعقد على مستوى وزراء خارجية 30 دولة. المقداد بدأوا يدركون أن سوريا تواجه الإرهاب.
وفي البناء أيضا الاعتداء على الجديد يضرب الحد الأدنى من حرية التعبير. بوتين يرى أن اتفاق جنيف سيساهم في استقرار المنطقة. طهران بيان البيت الأبيض لا يتفق والنص الأصلي. في اللواء مواجهة هوليوودية على أبواب الجمارك تكشف هريان الدولة. سليمان يتفائل بالاتفاق النووي ومجلس الأمن لحكومة قريبا تحترم الدستور. 15 قتيلا بتفجير انتحاري وقذائف على دمشق. الحر ماض بالقتال خلال المفاوضات والجربة للمشاركة بجنيف 2. مفاوضات سرية سبقت الاتفاق مع إيران وأوباما يحذر الكونغرس من عقوبات جديدة. تدريبات مماثلة في عسقلان تحاكي احتلال غزة. إسرائيل تجري أضخم مناورات جوية في تاريخها. في صحيفة البلد فلسطينيو عين الحلوة لحزب الله لا قاعدة لدينا. الإعلام مجددا الائتلاف يشترط استبعاد الأسد في جنيف 2. ظريف يستبعد التقارب مع واشنطن. ننتقل إلى عناوين الجمهورية. باريس لجنيف 2 بلا الأسد وموسكو لمشاركة الجميع وطهران بلا شروط مسبقة. مجلس الأمن يستعجل الحكومة. من يحمي أولادنا من الموت؟ جنيف 2 أو الفراغ واستمرار النزيف. المعارضة تصر على استبعاد الأسد من المرحلة الانتقالية. في صحيفة الحياة الائتلاف يطلب شغل مقعد الجامعة وإيران مستعدة للمشاركة في جنيف بلا شروط. سوريا مفاوضات طويلة تحت النار. إيران تبدأ تطبيق اتفاق جنيف آخر السنة وفابيوس يطلع سعود الفيصل على تفاصيله. 12 عضوا في لجنة الدستور يجمدون عضويتهم احتجاجا. مصر الشرطة تفض بالقوة تظاهرات وتعتقل عشرات الناشطين والصحفيين. وأخيرا مع عناوين الشرق الأوسط 100 مليار دولار من أموال طهران ما زالت تحت الحظر. الخزانة الأمريكية للشرق الأوسط غالبية العقوبات على إيران باقية. يواجهنا داعش والنصرة ويهدفنا إلى تحقيق الحرية. ثلث قوات حماية الشعب الكردية في سوريا نساء. رئيس هيئة علماء المسلمين عدها عمليات تصفية ضد السنة. العثور على جثة شيخ عشائر الغانم في البصرة وإعدام 11 مدانا بالإرهاب. وقبل الختام تذكير بعناوين النشرة. ارفعوا الغطاء. لا في واجب شرعي ولا في واجب أخلاقي ولا في واجب سياسي بقول بأنكم تغطوا المهربين. استاذ شفيق مرعب قال له التالي اسمع يا هذا بنصحه يستقيل بشرف أحسن ما يستقيل بلا شرف. على دويلة الجمارك ما في جمارك فبرسم من شبيحتها؟ زملاء تحت طائلة المسؤولية ضربوا داخل الجمارك والقضاء حقق معهم. ميليشيات شفيق مرعي هاجمت وعملت هذا الشيء اللي هلا انعمل. تفاجأنا بعد 10 دقائق بيهجموا علينا 100 شرطي من الجمارك تقريبا واكثر لابسين الزي العسكري وكسروا معداتنا. صيدا وحصبية ومرجعيون تضامنت اعتصاما امام مراكز الجمارك. ختام النشرة شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.